هذا البرنامج برعاية استدعي أحد الأطباء على وجه السرعة لإجراء عملية لشاب في كرب شديد، فجاء ذلك الطبيب مسرعا ليجري تلك العملية، فالتقى بوالد ذلك الشاب المريض الذي هو في حالة حرجة، لكن ذلك الأب كان منفعلا فأخذ يخاصم ذلك الطبيب ويؤنبه ويبكته ويقول: لماذا تأخرت عنا؟ ما هذا البرود في إحساسك؟ لو كان هذا أحد قرابتك لما تأخرت عنه؟ والطبيب لا يرد عليه بشيء، وعندما أكثر عليه قال: يا أخي هدئ من روعك، ابنك في رعاية الله عز وجل. قال: ما أسهل أن تعظ الناس، لماذا تأخرت عن ولدي؟ ولدي في لحظة حرجة من حياته. فلم يرد عليه الطبيب ودخل إلى غرفة العمليات. استمرت هذه العملية أكثر من 3 ساعات، ثم خرج الطبيب بكل هدوء وقال له: اطمئن، ولدك بإذن الله في خير، نجحت العملية ولله الحمد والمنة. ثم ذهب، فاستدعاه ذلك الأب، قال: ما هذا البرود في أعصابك؟ لماذا تذهب هكذا دون أن تتحدث معي؟ ما هذا الغرور الذي اعتلاك؟ لم يرد عليه الطبيب وذهب. فالتفت إلى الممرضين من حوله، قال: ما هذا الطبيب المغرور؟ لماذا لا يرد علي؟ لماذا لا يجيبني؟ فقالوا: هذا الطبيب كان له أحد الأبناء أصيب بحادث في ظهر هذا اليوم ومات، وسيخرج من هنا ليذهب إلى المقبرة ليدفن فلذتك بده. ما أكثر ما نكتشف أن أسباب الغضب التي نغضب لها أسباب تافهة، بل تعتبر في بعض الأحيان سوءات يجب أن نتوب إلى الله عز وجل منها. لذلك الرجل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، كأنه تقال الوصية، كأنها لم تملأ قلبه سمعه وعقله، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: فردد مرارا: لا تغضب، حتى قال الرجل: ثم تأملت في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أن كل الشرور مبعثها الغضب. نعم، الغضب هو جمرة من جمرات إبليس يوقدها في صدورنا ونحن من يحترق بها. لا تغضب، فساعة الغضب كلها عقارب لاسعة، والماء الساكن أفضل الأماكن لترى صورتك فيها، فلن تراها في الماء الهائج والبحر المائج. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يصطرعون، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا الصارع ما يتصارع مع أحد إلا وصرعه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أشد من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: رجل ظلمه رجل فكظم غيظه، فانتصر على صاحبه، وانتصر على شيطانه، وانتصر على شيطان صاحبه. بكظم الغيظ في لحظة من لحظات الغضب، السيطرة على النفس، التحكم في الذات، تنتصر على 3. أولا تنتصر على صاحبك بأخلاقك وأدابك وقيمك وأخلاقك، وتنتصر على شيطانه وتنتصر على شيطانك، فأنت المنتصر وأنت الصارع القوي الفتي. بل عندما مر صلى الله عليه وسلم على قوم يحملون حجرا عظيما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حجر الأشداء، مثل حمل الأثقال في هذا الزمان. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على الشديد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة الذي يصارع الناس وينتقم لنفسه ويشتفي لغيظه، لا، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال: قاتل الذين يلونكم. ابدأ بما بين ضلوعك أنت، انتصر على نفسك أولا ابتداء، فإذا انتصرت على نفسك وعلى شيطانك الذي يريد أن يوقع بينك وبين غيرك العداوة والبغضاء، فلا شك أنك القوي الفتي الذي مكنك الله أولا من نفسك، ومنها انطلقت إلى الفوز والنصرة والفلاح والنجاح. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، دلني على باب من أبواب الجنة. ما أعظم السؤال وما أعظم الغاية والمطلب. قال له عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة.
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما لهؤلاء من نعيم مقيم عند ربنا الكريم سبحانه وتعالى؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، جنة عرضها السماوات والأرض. بماذا هذا؟ كظموا غيظهم، انتصروا على أنفسهم، سيطروا على مشاعرهم، فجاء الفرج والخير والبركة والفلاح والنجاح من ربنا سبحانه وتعالى الذي يبتلينا بالكثير من المواقف، فلننتصر فيها على أنفسنا، ثم بعد ذلك أبشروا بالخير الكثير. أو تدري ما أسوأ لحظة تمر بك في يومك وليلك؟ لحظة تغضب فيها. أتمنى لو أنك ترى صورتك في لحظات الغضب، والله ستعجب من نفسك أشد العجب. سليمان بن سرد رضي الله عنه يروي لنا موقفا مرة في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رجلان قاما استبا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما احمر وجهه، انتفخت أوداجه، فلحظه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان. فذهبوا إليه فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تعوذ بالله من الشيطان. فقال: وهل بي جنون؟ الغضب نفخة من نفخات إبليس وجمرة يضعها إبليس في قلوبنا ونفوسنا، لتتحول بذلك الحياة إلى صراع ونزاع ومشكلات وخصومات. نبينا صلى الله عليه وسلم يلفت الانتباه إلى قضية في غاية الخطورة والأهمية، فيقول عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه، يستطيع أن ينتقم لنفسه، أن يشتفي لغيظه، أن يرد بالكلمة بأكثر منها وبالصاع صاعين، وأن يرد على غيره بما يشتهي وينتقم لذاته، لكن قادر على ينفذه وكظم غيظه، ما له عند ربه؟ قال: إلا خيره الله عز وجل في يوم القيامة من الحور العين ما شاء. يخير في يوم القيامة من الحور العين ما شاء. لماذا؟ لأنه كظم غيظه لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، انتصر على نفسه، فكان الأجر من ربه عز وجل. بل ورد في الخبر عن خير البشر عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كظم غيظا وهو قادر أن يمضيه، ينتقم لنفسه ويشتفي لذاته، ما له عند ربه؟ قال: إلا ولقي الله عز وجل وهو عنه راض. تأملوا هذه النعمة، الله يرضى عنه، فإذا رضي عنه أرضاه سبحانه وتعالى جل في علاه. لكن متى يأتي الرضا؟ عندما يكظم الإنسان غيظه لله عز وجل، فأسرع ما تكون للغضب أسرع ما تكون للعطب، وأقرب ما تكون من غضب الرب عندما تغضب. فإذا غضبت فاذكر غضب الله عز وجل في يوم القيامة، وعند ذلك سينطفئ هذا الغضب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أكثر أموالنا وأولادنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.